حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة لبرنامج ملاعبنا، تتزامن بعد نهاية اليوم الأول للجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين. ثلاث مواجهات لعبت في هذا اليوم، سنتحدث عنها بالتفاصيل مع زملائي الأعزاء، كل من الأستاذ الغدير علي حميدي. أهلا ومرحبا. مرحبتين أبو عبد الرحمن، تحياتي لك، تحياتي للشباب بوثاني وعبد الله، وتحياتي لمشاهدي قناة شارجة الرياضية. وكذلك يتواجد معنا في حلقة اليوم الكابتن بخيت سعد. أهلا ومرحبا بوثاني. مساك الله بالخير أبو عبد الرحمن. يلا خليك. ويتواجد معنا كذلك في حلقة اليوم الكابتن العزيز عصام عبد الله. يا هلا ومرحبا أبو عبد الله. يلا أبو عبد الرحمن، رحب فيك ورحب في مشاهدينا الكرام أبو محمد والكابتن بخيت. يا مرحبا. عزز شباب الأهلي صدارته لدوري المحترفين مساء اليوم بفوزه الكبير على ضيفه دبل فجيره بخمسة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة 15 من المسابقة، ووصل إلى النقطة 32 فيما تجمد رصيد دبل فجيره في المركز الأخير برصيد 4 نقاط. هاي المباريات ونحن بعدنا في منتصف الدوري، ونحاول ان نجمع نقاط على كثر ما نقنع بالاداء الفني، وان شاء الله القادم افضل ان شاء الله. بالعكس ضغط المباريات مفيد للفريق، يساعد على زياده رتم الفريق وان نتعود على رتم المباريات، وبالعكس مثل ما تشوف المستوى الفني قاعد يتصاعد من مباراة لمباراة، والحمد لله على كل حال. حاولنا قد ما نقدر نطلع بنتيجة إيجابية، لكن قدر الله ما شاء فعل، وما بنستسلم على قولتهم، بنقاتل لين آخر مباراة، وإن شاء الله إن شاء الله ما راح ننزل إن شاء الله. بالعكس الروح موجودة، ونحن نشتغل كعائلة واحدة، سواء من الإدارة ولا من اللاعبين ولا من الجهاز الفني، حتى الجهاز الإداري. يعني نادي دبا عائلة قبل ما يكون نادي، فمحتاجين بس توفيق من رب العالمين. خمسة نعم قاسية مزعجة، بس يعني ارتكبت أخطاء، الخصم استفاد من الأخطاء هذه، ويمكن فقدت شوي منظومتك الدفاعية اللي كنت شغال عليها، فشيء وارد في كرة القدم يعني هذا الشيء، والنتيجة هاي فرق كبار خسروا بالنفس النتيجة يعني، فإن شاء الله نحاول نصلح سلبياتنا في المباريات القادمة. والله احنا يعني نجتهد ونعمل مع الفريق، وإن شاء الله يعني نتوفق في المباريات القادمة. في أخطاء، ارتكبنا أخطاء أكيد، نعمل على إصلاح الأخطاء، فإن شاء الله يعني نكون أفضل في الفترة. Sabíamos que este jogo inicialmente era importante ter o controle da bola, tentar gerir a bola até fazer o primeiro gol. نعرف من بداية المباراة إنه لازم يكون عندنا كنترول في الكورة، ندور الكورة لين ما نديرها صح، لين ما نسجل الهدف الأول. Sabíamos que o Diba vinha para tentar jogar para o empate e sair em contra-ataque. نعرف إنه فريق ديبا كان جاي إنه يحافظ على التعادل ويطلع على الهجمات المرتدة. Mas nós conseguimos fazer um bom jogo, boa circulação de bola. Fomos agressivos quando perdemos a bola. بس نحن قدرنا نعمل مباراة جيدة، دورنا الكورة من جهة لجهة، كنا جامدين وقت ما نخسر الكورة. E quando fizemos 1-0 depois houve mais espaços e aproveitamos os espaços. بعد ما بدينا سجلنا الهدف الأول جات المساحات. ضرب بكل قوة شباب الأهلي في هذه المباراة، وأنهى أي مفاجأة ممكن أن تحدث من دبل فجيرة، ولو أتت الصحوة فعليها أن تتأخر ليس أمام المتصدر. هذا شعار جارديم ورفاقه في هذه المباراة اللي يعني قابل فيها فريق لا حول له ولا قوة في مباراة
ارتسمت باللون الأحمر بكل قوة لتستمر الصدارة لأسبوع قادم. أبو محمد، شباب الأهلي ترك المجال يعني لمسألة أي من المفاجآت ولا يعني أني أتأخر بهدف، لا، ضرب بقوة، ضرب بكل ما تملك من قوة هجومية، أخذ زمام الأمور في المباراة وكان ممكن النتيجة تروح إلى أكبر من ذلك. أولا طبعا إحنا نبارك لشباب الأهلي، نبارك كذلك للفرق اللي فازت، عمان والشارج. الحقيقة اليوم يعني أهداف، جملة من الأهداف 15 هدف أعتقد، صحيح توتال. يعني على كل حال واضح طبعا التفوق الفردي والجماعي بالنسبة لفريق شباب الأهلي في هالمباراة أمام دبا. الشباب الأهلي حاط بلان وماشي عليه وقاعد يعني إلى الآن قاعد ينفذه بحذافير بصراحة، الأمور واضحة تماما. شباب الأهلي اللي يبغي من المباراة ياخذه، وهذا واضح من خلال معطيات كل المباريات اللي شفناها، أن اللي يبغي من المباراة ياخذه. الناحية الأهم حقيقة أن شباب الأهلي، أنا من وجهة نظري الشخصية، من الفرق القليلة في دوري الأدنوك اللي هو عنده دكة احتياط، نعم، الأساسي مثل الاحتياطي. يعني ما أقدر أقول احتياطي، أقول بديل على طول. لذلك تلاقي اللي ينزل ما يعمل أي دروب، يعني الفريق يمشي بنفس السيستم بنفس المستوى، ما تلاقي أي دروب يحصل عند 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 فريق شباب الأهلي. نعم. اليوم مثلاً اللي هو خريبين سجل هدفين، عمل أسست هدف، قدم مباراة ممتاز جداً. هي أفضل مباراة تقريباً لخريبين. أعتقد يعني نعم هي أفضل مباراة تقدمها، ويقال إنه هو في كلام على أنه قد لا يستمر. نعم. قد لا يستمر، يعني احنا باقي لغاية يوم 8 تقريبا الانتقالات، قد لا يستمر، هذا وارد يقال. بيروح. الى الان مش واضح يعني، لكن هذه التسريبات اللي قاعدين نسمعها. مثلا بعد يقول لك نادي باوك مقدم عرض، اليوناني مقدم عرض حق حارب، حق حارب. نعم. على انه ينتقل. انا شخصيا اتمنى ان حارب يروح في هذا التوقيت ابو محمد، اتمنى نعم. نعم ان هذا ان حارب يروح لسبب واحد. حارب اذا نجح والله يعطيه الصحه والعافيه ووفقه، معناته حيفتح باب. نعم. للعيب الثاني ان هي تسير، وهذا حيكون مكسب للكره الاماراتيه. طيب الله لا قدر اذا لم ينجح، فمعناته تعالوا يا جماعه هذه اولادنا، يعني معناته احنا في عندنا خلل في الاحتراف، هني ما قدر ينسجم ولا قدر الدوري اليوناني. نعم. يتأقلم مع الشغلة الثانية بنقل إلى فريق نادي دبا الفجيري. دبا حقيقة يعني فقد الشيء لا يعطي بصراحة، خلنا نكون واضحين، يعني فريق دبا إمكانياته، يعني أنت اليوم تلعب قدام فريق متصدر، تلعب قدام فريق يمتلك كل مقومات الخطورة، خطوطه كلها ممتاز جدا، يعني من حارس المرمى الى اخر مهاجم، وبالتالي في النهايه هي امكانيات. نعم. امكانيات لاعبين، امكانيات مدربين، قدرات. اليوم فريق نادي دبا اكثر من مره تكلمنا، فريق غير ثلاث مدربين، خلينا ناخذ احنا الثلاث مدربين اللي يوم، مع كل احترامنا وتقديرنا لهم، لكن انا اتكلم من ناحيه السي في كخبرات. المدرب الاولاني يعني ما حد يصير بي مش معروف بذيك الدرجة، بعد ذلك يا غريغوري كان مساعد ومسك فريق، مسك الوحدة، صحيح. المهم يا بعد ذلك الآن اللي هو العبدولي الله يعطيه الصحة والعافية، أيضا كان مع مهدي كل الفترة هذا جانب. الجانب الثاني تي على مستوى اللاعبين والانتدابات، تلاقي يعني انتدابات محدودة، احنا في الانتدابات ما ينطبق عليهم ينطبق على النصر، ما نقول ان العدد مش مهم. نعم. المهم الكيف. طيب الكم شيء والكيف شيء. اليوم في فرق تقول لك كم وهذا ما يكفي، انت تنظر للكيف، هل الكيف موجود؟ الكيف موجود مثلا تقول عند الشارجة، تقول عند شباب الاهلي، تقول عند العين، تقول عند الفرق هذه. نعم. يعني الكيف، لذلك هم
ناجحين. أنا أعتقد على الدبا أن يكونون منطقيين والأمور صح، ما نبغى نقول يعني لكن نقول بدري، بس بعدهم لازم يكونوا منطقيين شوية في أن الفرق هذه اللي تصعد لازم قبل لا تصعد مرة ثانية ترتب أمورها بشكل أفضل عن ما هي عليه، إن كان على مستوى الكوادر الفنية أو اللاعبين أو الجوانب الإدارية. طيب بخيت دبا، هل الوداع المبكر بالنسبة للفريق؟ الفريق يعني في الصعود ما إلى الآن ما شفنا خطورة بالنسبة للاعبي الأجانب، يعني كانت الفرصة أنك أنت تشارك بخمس لاعبين في أرضية الملعب من غير المقيمين، الأمور كان المفروض تكون أفضل من اللي شفناه. حتى الآن ما في لاعب مميز في الفريق، 7 أهداف حصيلة الفريق من 15 مباراة، يعني كم كبير تلقى من الأهداف، واليوم خسارة قد تعجل بشيء من الوداع المبكر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نبارك الفوز فريق شباب الأهلي وهارد لك فريق دبا. أعتقد تتكلمت فريق دبا من خلال تصريحات الكابتن حسين العبدولي نحن ما زلنا متواجدين في الدوري وما زلنا نحاول نصحح الكثير من الأخطاء. أعتقد أن إدارة الفريق ما قصرت، يعني بذلت الفترة الأخيرة الكثير من الجهود على أساس أن ترجع الفريق للمستوى أو ترد الفريق على وضع الطبيعي، ولكن التهيئة كانت مش على المستوى، مستوى الطموح، مستوى الدوري أدنوك للمحترفين. أتوقع أن بعد التعديلات واستقطاب اللاعب البرازيليين، وأعتقد اللي طبعا ما شفنا أحد منهم واضح أنه كلاعب على المستوى، كان محتاج الكثير من حسن الاختيار من اللجنة، إذا كانت لجنة ولا كانت طبعا فردي، اجتهادات فردية. هذه الأمور احنا مشكلتنا الرياضة في دولة الإمارات دائما ما تحس بأن تعتمد على الصدف، وعبد الرحمن الصدفة ما بتوصل مكان في أمور ما نشتغل بأسس. قصدك بخيت في الرياضة عندنا؟ هذا بقول لك، ما نشتغل على أسس واضحة، على أرقام، على 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 معطيات. احنا نعمل بالصدفة ونقول يلا إذا مشت الأمور ترى احنا اشتغلنا، وإذا ما مشت ترى في الأخير الوضع ينتهي. تبغى تحسن وضع فريق والفرق كلها تحس على مستوى عالي، فمن الصعب إنه ما تلقى في فريق ضعيف أنت ممكن تروم مثلا تفوز عليه. الفرق كله خاصة السنة كله تقريبا متغاربة المستوى، على مستوى دوري أدنوك على المستوى العالي، ما نقول الدوري القوي مثل ما يقول عبد الله، ولا دوري مثير، ولكن في الأخير الفرق الحين اليوم جربنا ابو عبد الله عندالك عشان يكون نقاش اسهل. اي اسهل يعني مره على طول مثير. انا متفق يا الدوري هالمكان مشكله اصبح مثير الدوري. فبالتالي اعتقد ان الوضع حاليا فريق يعني وضع صعب جدا، يعني حتى من تصريحك اللعيبه بعد المباراه يقولون الاداره ما قصرت، حاولت، واحنا طبعا اليوم كنا مقصرين. طيب الوضع صعب، هل هو داع مبكر؟ لان اليوم دبا ما يشوف اللي بعده في الترتيب، دبا الآن يشاهد النصر، الفارق بينه وما بين النصر مش قاعد يتغلص نهائيا، يعني دبا 4 نقاط ولا فوز على ملعبه، ملعب جديد كان المفروض يرد شيء من الدين للحكومة الرشيدة اللي شيدت لملعب تقريبا كلف أكثر من 100 مليون. دبا لما كان ما عنده ملعب ويلعب برا وفي ظروف يعني استثنائية كان أفضل من جديد الآن، أفضل نفس النتائج، لكن وضعه أفضل. يعني في موسم من المواسم دبا صعد وقدر يثبت وجوده، وفي يومها تذكر نتيجة كبيرة هزم الوحدة يمكن 6 أو 7 كانت يعني نتيجة مشهودة، لكن القصد أنه دبا في الموسم الحالي ما بقاعد حتى يقدم شيء من المفاجآت، ما في مفاجأة في الفريق. هاي نتيجة عدم العمل المبكر بالنسبة للفريق واستعداد الفريق الدولي. هل من نصيحة ولا في الأنعاش خلاص؟ ما دام الفرص بعدم موجوده احنا ما بنقضي على امال اللي حاطينه في غرفه الانعاش. شخص في غرفه الانعاش ممكن ينش، وبالتالي اعتقد ان ما زال الوقت مبكر على اساس ان احنا طيب. في الناس جالسه تشتغل، في مدرب جالس يعمل، في جهاز اداري وجهاز فني يشتغلون بشكل كبير، في لعيبه تحاول تجتهد، في امكانيه مثل ما يعني حتى النصر اليوم رغم النتيجه السلبيه اليوم، لكن
لاحظناه في مبارتين امام الشارجه كان متحسن نوعا ما ورجع يعني ارجع لك اليوم النصر. بنرجع حق النصر عقب حضور النصر اكيد. ابو عبد الله شباب الاهلي يعني خلني اقول لك يخدم نفسه بنفسه من خلال المباريات الان متصدر الدوري. نعم التقى مع فريق او لقى فريق عفوا الفارق الامكانيات كبير جدا، الا ان مثل هذه الفرق احيانا قد تخلق لك شيء من المفاجات وتعرقلك. جارديم يضرب بقوه امام هذه الفرق بعكس الفرق اللي ممكن ان تجاريه يلعب معها بتكتل يعني دائما يملي منطقة الوسط، لكن في مثل هذه المباريات لا يباشر بالهجوم بشكل كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو عبد الرحمن أتصور فريق الشباب الأهلي فريق واقعي، فريق يعرف شو يبغي من الدوري مع الفرق الكبيرة والفرق الصغيرة. دائما ما كان يعرقل فريق شباب الأهلي الفرق الصغيرة. أتصور مثل ما قال أبو محمد صحيح عنده صف ثاني، لكن يبقى خيسوس لاعب مؤثر، المدافع إيغور نعم يبقى أيضا المدافع أعتقد اللي ما شفناه كم مباراة مصاب، يمكن عنده مدافع مصاب مصاب، لاعبين اثنين مؤثرين اليوم ما شفت نور الله أعتقد أيضا صحيح مب موجود. رغم ذلك في شباب الأهلي شوف يمكن شباب الأهلي والشارجة تقريبا ويمكن العين شوي وياهم الثلاث فرق دائما ما يتكلمون عنهم الجماهير الأخرى، يمكن مو جماهيرهم، الفريق غير مدعوم، الفريق ما بيكمل، وكلام كثير أنه يحتاج مهاجم يحتاج وسط يحتاج. طيب هالثلاث فرق موجودين في صلب المنافسة في كل البطولات أبو عبد الرحمن، فأنت الآن شو تبغي أكثر من كذي؟ صحيح مو هو شباب الأهلي اللي نعرفه ولا العين اللي نعرفه ولا الشارجة اللي نعرفه، لكن الفريق موجود والإدارة قاعدة تحاول أن تدعم الفريق. شباب الأهلي أفضل ثاني خط هجوم وهذا بدون مهاجم، لو عنده مهاجم شو بيسوي؟ فايز خمسة اليوم. إيه بس شباب الأهلي كواقع يعني اليوم هداف الفريق إيغور ترى غايب وهو ثاني أفضل غايب وهو ثاني يعني اليوم إيغور في جدول ترتيب الهدافين تقريبا 16 وأربع أهداف، فشباب الأهلي ما بقاعد يعتمد على لاعب واحد يسجل الهداف، يعتمد على المجموعة. هذا اللي بوصل له، المجموعة اللي عنده تخدمه يمكن والتنويع يعني بو نعم التنويع عنده تنويع في التسجيل يعني مصادر التسجيل عنده إيه؟ من نص الملعب والمهاجم صحيح كرتابيا حتى المدافعين كرتابيا عامل مؤثر في كل شيء نعم. سواء في الصناعة أو في التسجيل كرتابيا ثلاث أهداف اليوم شوف الصناعة صحيح. وشوف الفرق اللي في النص رغم يعني شباب الأهلي اليوم طيب أنت مع شباب الأهلي إذا كان الانتداب الآن وخاصة في هذه الآخر الثلاث أيام أن يعني يبحث عن مهاجم نعم مع خريبين مهاجم قناص ونحن نعرفه مع خريبين يقال أن خريبين راح تكون آخر ما نعرف ما نعرف شو الفكرة في الإدارة أو المدرب أنه يطلع ويجيب واحد طيب جبت واحد لا سمح الله سوى شيء استوى نفس الشيء ما عندك مهاجم صحيح فأنت عندك حارب ما يبدأ من البداية ما أعرف ليش عندك بيلي مصاب عندك إيغور جيسوس مصاب المدافع مصاب عودة هؤلاء مع الأيام أتصور شباب الأهلي راح يكون رقم صعب لا نأخذ شباب الأهلي اللي قبل 4-5 سنوات ولا العين اللي قبل 4-5 سنوات ولا الشارجة ولا هالفرق طيب. هذا هو المستوى وشباب الأهلي من الفرق المرشحة بقوة للدوري نتكلم ساعة عن دبل حصن دبل الفجيري دبل الفجيري آسف دبل الفجيري هاي بل حصن الآن يقاتل للصعود بعد ما صعد نعم محمد بو عبد الرحمن دبل فجيرة هذه إمكانياته طيب يعني لو يسوي ما يسوي هذه إمكانياته ممكن يتعادل في مباراة ممكن تخدم الظروف في مباراة يعني أنا اليوم في أكثر من ثلاث أربع حالات ستة في خط الظهر ستة يا رجل ويخترقون بكل سهولة هذه إمكانياتهم في النهاية وهذا اللي يقدرون يعملونه الفرق كبير بينه وبين النصر نشوف النصر لا ظفرة مستواهم يعني ممكن أنه يكسب نقاط لكن دبل فجيرة أعتقد يجب أنهم يعملون طالما الفرص موجودة اليوم نحن نتكلم عن 15 جولة هم جمع أربع نقاط الآن مو مسألة النقاط مسألة الأداء هل أداء دبل فجيرة يوحي أنه ممكن يحصل نقاط من فرق مشكلة ما في هذا اللي نتكلم عنه ممكن أضيف بس شغلة تفضل أبو محمد بالنسبة للفرق هذه الفرق اللي نقدر نقول عليها الفرق الصغيرة يعني صغيرة بالإمكانيات أو بإمكانيات اللاعبين أو بالإمكانيات نعم هذه الفرق لازم تسعى
بالدرجة الأولى أن هي تحاول تجمع نقاط في الدور الأول. محصلتك في الدور الأول حتفيدك في الدور الثاني. ليش؟ أنت كثر ما جمعت في الدور الأول في الدور الثاني في فرق بتلعب لك. نعم. في فرق بتلعب لك. في نتائج قد تخدمك. في هدايا ممكن تيك. صحيح. وفي نفس الوقت أنت تقدر تجمع كذا نقطة وتمشي. بعض المدربين يمشون بهالتكتيك وبهالرؤية وبهالنظرية. يقول لك أنا أسحب في الدرجة الأولى أني أنا أجمع في الدور الأول. نعم. وكذلك ما أخسر في ملعبي. ممكن أتعادل أي نعم لكن ما أخسر. فيفترض أن كل الفرق اللي صاعدة يدوب لغاية ما تأخذ صحيح. على 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 دوري المحترفين وكذا تسعى بهالتكتيك يعني. وعامل الأرض يكون عامل مهم مثل ما تفضلت. صحيح. عامل الأرض كان شيء جديد نضاف على فكرة لدبا. دبا رقم سعودي في أكثر من موسم ما كان يملك ملعب مطابق للمواصفات، كان يتناصف مع الفجيرة. السنة شفنا ملعب جديد، شفنا إمكانيات جديدة، توفرت الإمكانيات الإدارية اللوجستية، إلا أن الإمكانيات الفنية كانت بعيدة تماما عن كل هذا. أعتقد عبد الرحمن الملعب جزء من المدينة واللاعبين هم يلعبون في هذا الملعب، لكن أتصور أن أرضية الحشيش نفسها ما بتتغير. صحيح. فلا يمكن أنا عشان عندي ملعب جديد أقول لا أني أنا لازم أفوز، والمبنى نفسه وكل شيء. ولا بس كان أحياناً نروح بعد دوافع بعد الله. أنا وياك فأقصد لك أنا يعني تعرف أنت عذراً بالنسبة للفرق هذه لما كانت تلعب مثلاً في 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 ملعب الفجيرة كان يحتاج أن يغطي بعض الشعارات بعض الأمور، يدوب تشوف اللون الأزرق. من يحس فيها؟ هل اللاعبين حاسين فيها؟ الإدارة اللي تعمل والناس اللوجستيين اللي يعملون صحيح. ويسوون اللاعب هو ترى يصير ويتمرن ويلعب وما عنده مشكلة. أعتقد الأستاذ هذا جميل ويحتاج إلى وقت علشان يخرج لاعبين يلاقي فريق مميز. يلاقي فريق. القاب كبير أبو عبد الرحمن بين دبل فجيرة وبين فرق دوري المحترفين وايد كبير. طيب ليش ما كان نفس الموضوع بالنسبة للبطايح؟ ويعني البطايح صعد ثاني دوري الدرجة الأولى وعمل بشكل أفضل لو عارفه. أعتقد أن الدعم اللي موجود في البطايح أكثر من الفجيرة. كدعم. الاستقطابات اللي موجودة في البطايح أكثر، وبالضبط مثل ما قال أبو محمد البطايح أول 5 مباريات جمع يمكن 9 نقاط أو 13 نقطة. صحيح. في وقت من أوقات الجولة الثانية والثالثة وصل هو المتصدر. طيب. فأنت من تجمع النقاط أول شيء خلاص تقدر بعدين نقطتين ثلاث تحصل عمرك أنت في منتصف الجدول، لكن إذا أنت من البداية ما حصلت هذه النقاط مشكلة. توقعاتك بخيت بالنسبة للغمة، يعني شباب الأهلي اليوم خدم نفسه بنفسه، في المقابل كذلك فريق عجمان واضح أن في تقارب راح يستمر لجولات قادمة، توقعاتك للقادم؟ اعتقد ان الشباب الاهلي ما دام وصل المرحله، واليوم طبعا يمكن اساسا المباراه كانت ما فيها تكافؤ بشكل كبير، ولكن النتيجه الثقيله هذه والدخول بهالقوه يراوي ان يعطي الإيحاء لجميع الفرق اني ترى انا منافس وانا متصدر وانا متمسك بالصداره. يمكن يعطي مثلا خيبه امل حتى للمنافسين، يعني كانوا ترى يوم مثلا مفاجأة من دبا على التغييرات اللي حدثت، ممكن يفاجئ يتعادل اياه يعرقله، ولكن يفوز عليه 5 يعني، ويعني كان المفروض النتيجة تكون اكثر عن النتيجة، يدل ان الفريق حاضر ذهنيا مركز على المباراة واخذ المباراة واخذ كل اللي يبغى من المباراة، وعطى طبعا مثل ما تقول إحائي باقي الفرق اني ترى انا متصدر وانا ما تمني نتائجكم انتم، وانا اعمل على 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 نفسي كفريق. صحيح. اعتقد ان اليوم يمكن فريق الشارجه بعد ادى واعطى النتيجه الايجابيه. صحيح. بفوز اليوم. أكيد. فريق عجمان احنا دائما ما نتكلم عن فريق عجمان ان من الفرق اللي بنصير عجمان وبنرجع لك بخيت بس عجمان تكلمت عجمان بسير لعجمان وبنرجع لك تفضل. عاد عجمان الى سكه الانتصارات في دوري ادنوك للمحترفين بعد تخطي ضيفه النصر بنتيجة كبيرة برباعية من الأهداف مقابل هدف وحيد في مواجهة شهدت فيها تفوق وتألق للخط الأمامي لكتيبة غوران.
عجمان في آخر جولتين من بطولة الدوري لم يكن هو عجمان الذي سجل انطلاقة قوية وكان منافسا على قمة الترتيب، لذلك دخل هذا الأسبوع بنية العودة إلى الطريق الصحيح حينما استقبل النصر. 6 دقائق فقط أبانت عن نية البرتغالي بخطف نقاط المواجهة بهدف كان وراءه علي مدن الذي مرر بذكاء إلى فراس بدوره وضع برستيج أمام المرمى مسجلا هدف السبق. البركان استمر في الهجوم وفي هجمة مثالية، كان الإنهاء مثاليا أيضا من المتألق مدن الذي وضع الكرة بهذه الكيفية. بعدها الدور حان على التونسي فراس بالعربي الذي سجل هو الآخر هدفا جميلا في ليلة تألق الخط الأمامي لكتيبة جوران. رد النصر الوحيد جاء إثر ركلة حرة مباشرة انتهت في الشباك. بالعربي وقف على نقطة الجزاء بعدها مسجلا الهدف الرابع لعجمان والثامن له في دوري المحترفين هذا الموسم الذي تألق فيه كثيرا وكان سببا في ظهور عجمان بهذه الصورة. في المشهد الثاني النتيجة لم تتغير والبرتغالي عاد إلى سكة الانتصارات بفوز عريض ساهم في رفع رصيده إلى 26 نقطة زاحم بها أهل القمة أكثر. Very important 3 points for us. I think really today our players have big energy and wish to make good results. 3 points مهمة جدا لنا. اللاعبين كانوا على الموعد وحققوا الفوز. During of the all match our team is was in the system. Players was very very disciplined. From this discipline and a good organization in the defense, our team is make many contra attack and like this is give 4 score. الفريق في 90 دقيقة كان منضبط ونفذ الخطة بجميع حذافيرها ومن الدفاع إلى الهجوم كانوا جيدين جدا وهذا مما ساعدنا على التسجيل. عاد عجمان من بوابة العميد، البوابة التي تعاني في هذا الموسم بشكل كبير، الأزرق بعد عودة الانتقالات الشتوية وبعد عدد من الانتدابات قدم شيء من المستويات الجميلة، ولكنه عاد ليصمد سقطة كبيرة في ملعب عجمان بأربعة أهداف اتسم فيها الخط الهجومي في عجمان بكل قوة وسجل أهداف جميلة في شباك العميد الذي أصبح يعاني يوما بعد يوم. أبو محمد، النصر يعاني وفي المقابل عجمان بعد مباراتين صعبة كانت بالنسبة له، مباراة أولى الكل يعرفها مع شباب الأهلي طرد في أول 20 ثانية، مباراة ثانية لعبها مع العين كذلك كانت قاسية عليه، لكن اليوم ضرب بكل قوة 4-1 نتيجة مميزة لجوران ورفاقه. عبد الرحمن عيمان اليوم نصب سيرك بصراحة، يعني يقولون مثلث الخطر، هذا مربع الخطر اللي موجود عند أيمان، إن خدت برستيج أو أزارو نعم. أو عربي. علي مدن أو بالعربي أو بالعربي على وعلى اللعيبة المجموعة البقية بصراحة صحيح. يعني شوف
اللي شفناه اليوم من عيمان يؤكد شغلة مهمة جدا على أن هناك فيه إحساس من قبل اللاعبين، هناك فيه عمل إداري، هناك فيه كذلك رؤية وعمل من جانب المدرب. هذا اللي شفناه إجمالا في عيمان. حاجة مهمة رغم الغيابات اللي كانت موجودة في الخط الخلفي، يعني هم بالمناسبة هم بصدد أن يسجلون لاعب تونسي ترى مقيم لا لاعب تونسي قادم من نادي الإفريقي كان موجود مع منتخب تونس في كأس العالم. جميل. هذا الكلام اللي نسمعه حاليا على أنه هو هذا اللاعب اللي حيعوض سلوفيني. هذا الكلام المهم رغم الغيابات عنده في الخط الخلفي مدافع مساك وباك شمال، لكن مع ذلك رتب أموره وقدر أن يخلي فيه نوع من الانضباط على لفريقه، رغم يعني ما شفنا أي خلل موجود في الخط الخلفي بالنسبة لفريق نادي عيمان. هذا عمل شو؟ هذا عمل مدرب وانضباط بالنسبة للاعبين. يعني المسألة ما يتشذب بالصورة بسهولة. بعدين تقارب كل الخطوط كانت واضحة بالنسبة لفريق عيمان. يا أخي بصراحة يوم نقول إحنا الفوز يجيب فوز، لكن شغف الانتصار كذلك يظل موجود مزروع عند اللاعبين. عيمان لما خسر من الأهلي مثل ما تفضلت من شباب الأهلي، خسر أول لاعب في أول 20 ثانية، رغم أنه هو اللي بادر هو اللي سجل وهو منقوص، لكن كذلك خسر، بس خسر تحت ظروف ما. يينا على المباراة الثانية قدام العين، النقص العددي اللي موجود أو قصدي الغيابات اللي كانت موجودة عنده أثرت. الكل قال لك عيمان بدأ يتراجع، وهذا الكلام سمعته في أكثر من مكان وما أكثر من مصدر، لكن اليوم عيمان يأكد أن لكل حصان كبوة. هذا وارد أنك تخسر مباراة مباريتين، لكن أعتقد الخسارة من الأهلي ومن العين هي سبب الانتصار اليوم. في المقابل فريق نادي النصر، يعني اللي شفت اليوم من النصر في الشوط الأول من المباراة، وأنا أتكلم أني أنا معلقا منذ 73 وأتابع دوري الإمارات من بداياتي إلى الآن، لم أشاهد أسوأ من الشوط الأول لنادي النصر في تاريخه. سيء جدا جدا جدا. اللي خلى النصر ابو محمد يوصل الى هذه المرحله؟ انا ما اتخيل، والله لو واحد، لو انا مش حاضر المباراه ومش شايفنا، واحد يقول لي والله النصر كان بسوء، اقول بالغ معلش. لان النصر يمتلك تاريخ يا اخي. من هو المسؤول عن اللي قاعد يصير؟ انا من وجهه نظري الجانب الاداري يخصه ينوبه شيء، اللاعبين، الكادر التدريبي، وحتى الكادر التدريبي ما يلام، لان من اللي جاب الكادر التدريبي؟ ومن اللي عمل انتدابات لهؤلاء اللاعبين؟ يعني النصر هذا بالمناسبه النصر مش فريق سهل. مش اليوم لما تتكلم عن النصر انت تتكلم عن 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 فريق كان في يوم من الايام 8 من أصل 22 منتخب الامارات من نادي النصر. إذا مريت على بوشنين أو عوض أو أحمد خورشد، يعني أسماء كلها أسماء كبيرة كانت موجودة مع منتخب الإمارات، وبعدين 3 أسماء أخرى. طب معقول النصر يكون بهذا السوء؟ اليوم ما شفنا شيء، ظل لعيبة موجودين، قمصان زرقة موجودة في الملعب، روح مفقودة تماما. طب الانتدابات، أنت تتكلم عن الانتدابات، هل الانتدابات مجرد أسماء؟ قل لي شو أضافت هذه الانتدابات؟ إحنا شفنا، إحنا كنا والله شوي في المباراتين اللي فاتت بالفوز على الظفرة وبالتعادل مع 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 الشارجة، يدوب بدأت الروح ترجع، لكن الفريق اليوم غاب الفريق تماما. غاب صحيح، غاب تماما. يطلع مثلا شخص ما يقول لك والله الفريق تأثر بضغط المباريات، ما هذا الضغط على الكل. عيمان لا عايش نفس الوضع. طيب، فأنا أقول إن يا جماعة النصر، ارحموا النصر، خافوا على النصر، هذا فريق لا يمكن سمعة هذا الفريق تكفي، لابد للعيبة وللإدارة وللجمهور أن يدافع عن النصر.
ما حد يقبل بالنصر ابدا ان يصير وضع النصر بهذه الصوره. النصر تاريخ، النصر يعني يمكن احنا ما شفنا الكره العالميه من خلال النصر، انديه اوروبا اللي يتنا من خلال النصر. صحيح. الفرق الاخرى اللي يتنا ان كان النادي الاهلي او نادي الكويت او المنتخب العسكري. طيب. او الفرق الانجليزيه او كلها ياتنا من خلال النصر. ما احنا ما نرضى في النصر ابدا. طيب ابو محمد، اذا 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 كنت بتقدم حلول لاداره النصر، شو ممكن تقدم لاداره النصر وهي في فتره الانتقالات الشتويه استغنت عن عدد من الاسماء قد يحتاجهم اكثر، يعني النصر اكثر من غيره، لاعب مثل طارق احمد، لاعبي كثر قادروا النصر ولكن ما أجى البديل اللي يعوض هذه الأسماء. للأسف النصر ما عمل استبدال بمعنى الاستبدال. اليوم عندك ثلاثة في الخط الخلفي فوق 30 34 35 سنة. نعم. يعني المسألة صعبة. أنا أقول أن النصر بقدر الإمكان يحاول أن هو يبقى في المحترفين، يحاول أن يبقى في كل جهده أن هو يبقى. نعم. في المحترفين. الموسم الجاي لابد أن يكون هناك تغيير شامل. طيب. على مستوى اللاعبين، على مستوى الكادر الفني. على يا أخي أنا أسأل الأخوة في نادي النصر، طب وين العمل في الفئات السنية؟ وين الرديف؟ وين الفرق السنية الأخرى اللي يفترض أن هي تطلع بعض العناصر حق الفريق؟ صحيح، واللي هي ما غذت الفريق. ما غذت الفريق ابدا للاسف. يعني واضح بخيت مشكله النصر مشكله قديمه وناقشها، يعني انا الان اناقشها معاك لي 5 سنوات، لا انا وصلت لحل ولا انت وصلت لحل، واليوم النصر حاله اصبح أسوأ وأسوأ. عسى اليوم الليل ان شاء الله يعني تقدم لنا شيء من الحلول اللي تساعد الفريق في تجاوز شيء من هذه المرحله. اول كنا نقول النصر متى يحقق البطوله، الآن نبغي النصر يبقى في الدوري فقط. شو الحلول لبقاء النصر بخيت؟ أبو عبد الرحمن، أعتقد أن بداية لازم نبارك فريق عجمان. هذا أكيد بلا شك. وارد لك فريق النصر. فريق النصر يعني المقدمة الجميلة اللي قدمها أبو محمد بخصوص فريق النصر وإرث نادي النصر والأمور هاي خلنا أو نيرس بالأمر الواقع حالي. حاليا فريق النصر مش واكل الفريق اللي عند الإمكانيات اللي مثلا يحقق الأمور هذه. إن مثلا كنا نتكلم أول عن موضوع إن ممكن متى بيحقق بطولة، ولكن حاليا نبغي النصر يكون هو النصر اللي متواجد على الأقل في دوري أدنى كل المحترفين. أعتقد إن بعدني أقول ما في خوف على فريق النصر من خلال المباريات والإمكانيات الموجودة عنده في الفترة الجاية. اليوم الهزيمة صعبة بخيت. الهزيمة واردة أبو عبد الرحمن. أنت ممكن يعني أنت هي كرة قدم في الأخير، يعني ممكن أنت اليوم تقدم شكل، تقدم مضمون، حد من اللاعبين يحاول النصر في المباراة مثل ما تفضل أبو محمد قمصان زرقاء، ما في أي ردة فعل. يعني أنت اليوم سجل عليك هدف واثنين وثلاثة، ما في ردة فعل كانت حاضرة في الملعب. في النهاية تراك تقابل بدأ الفريق يرجع للمباراة. يعني نعم. أنا أتكلم عن نحن مش دفاعا، لكن هذا واقع نادي النصر حاليا. مروان يعني حتى يمكن متابع نادي النصر أو المشجع أكيد في زعل على النتيجة العريضة هاي، وفريق عجمان دائما ما كان يعني يعمل مشاكل حق فريق النصر، واليوم أكد أن علو كعب فريق عجمان على فريق النصر. ولكن يظل فريق النصر عند الإمكانية إنه يرجع في المباريات. إحنا بعد التغييرات هاي اللي صارت، يمكن بعد حتى التغييرات فيها سوء طالع، يعني أسمع إن سلطان الشامسي يتعور. صحيح. ما بيكمل. سلطان يقال إنه ما كان جاهز، يعني بدنيا أتى ما كان جاهز، ما لعب ولا دقيقة مع العين، وأتى للفريق شاف نفسه مطالب إنه يلعب أساسي. عبد الرحمن ما بس هو. نعم. عفوا منك هو ثاني. ما بس هو. كذا واحد من اللعيبة الانتدابات هذا ما كانوا جاهزين. لان وضعهم في الانديه اللي كانوا فيها ما كانوا مثلا يشاركون بشكل مستمر في الفرق الموجوده، وهي اسامي في الاخير. انت يعني هو الموضوع لو جايين بدري وكان عندهم اعداد على المستوى الفريق، ولكن نعم. كانوا بيدون، لكن اللعيبه معروف ان عندهم مستوى عالي. فريق النصر الحين حاليا يمكن افضل نسبيا، يعني نتكلم عن مبارتين قبل المباراه هذه. صحيح. مبارتش مجمل اللي هي التغيير بعد التغيير. بعد التغيير كان في بصيص من الامل ان الفريق بدا ياخذ، ولكن المباريات قويه اللي يلعبها. صحيح.
فريق عجمان من الفرق دائما احنا نشيل فيه، فريق عجمان لا يستهان فيه، فريق عجمان يحرج الفرق الكبيره، فما بالك فريق جاي مهزوز وعنده كثير من المشاكل بالنسبه للجانب الفني ومثلا الجانب الاداري. فاعتقد انه كان الموضوع بفريق عجمان يلعب اكثر اريحيه وحقق المطلوب. يعني الصراحه يعني المباراه والاهداف شيء ممتع صراحه بالنسبه لفريق عجمان، ولكن فريق النصر في الاخير بيلغي يعني بيروم انه يتعدى هاي المرحله هذه، لان عنده امكانيه الرجوع. يعجبك برستيج انت دائما في عجمان؟ برستيج صراحه اليوم مبدع، يعني في 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 كوره اعتقد خذها من نص الملعب لين خط 18، لكن بالغ فيها شوي، ولكن تحس طمع الريال. اي بالغ طبعا، لو لعب دبل باس كان بيكون هدف. بخيد لو يمدح واحد ما يكمل مدحه، بخيد بيكملها للاخر، لازم بيختار الكره اللي ضيعها. اذكر الهدف اللي جابه. لا هاي الكره اللي لعبها. اذكر الهدف، انت مدحها في الهدف عقب قول طمع في الثانيه. لا لازم يدق بشيء. لعيب على مستوى ان ما يختلفوا اثنين على لاعب على برستيج. وعلى فكره النصر طلع اكثر، عفوا عجمان طلع اكثر من لاعب. يعني عجمان يجيب لك لاعب غير معروف ويقدمه بشكل جميل. قال ابو محمد عندك الرباعي المرعب صراحه، برستيج بالعربي، عندك ازارو اليوم صراحه مدي مباراه على مستوى عالي، ومن غير اللي هو مدن. صحيح. مدن جول صراحه جميل جدا، يعني لو لاحظت مدن يعني حتى في الهدف يعني عمل حركه كل واحد منهم سجل. لا جول مدن انه ياسيط، يعني يوميه الكره ياسيط طالع كانه بيلعب بعكسه حق بالعربي. اعتقد لاعب كبير، ثقل، ثقه كبيره، ثقه جميل. يعني الفريق يلعب طيب. صراحه بريحيه، والفريق يستاهل صراحه. نحن بنذهب نتابع لقاءات ما بعد المباراه وبنعود لنعقب. After when you lose the match, there are. بعد خسارة المواجهة كانت هناك عدة أسباب كما ترى، لكن بشكل عام لم نكن بنفس المستوى قبل 10 أو 4 أيام، ويمكنني أن أرى أننا لم نملك القوة الكافية. وفي الشوط الأول خسرنا الكثير من الكرات، وعجمان نجح في الهجمات المرتدة وفاز في المباراة. في البداية علينا قبول هذا الوضع، وبعدها علينا أن نعمل بجد من أجل تغيير الأوضاع. الأهم بالنسبة لي هو نسيان هذه المباراة والتركيز على المباراة المقبلة، ونحاول الخروج من هذا الوضع، وفي الموسم المقبل نحاول أن نكون أقوى. احنا عائلة واحدة ومتكاتفين، والحمد لله عندنا طموح أن نوصل أفضل، والحمد لله أن النتائج تبين إن شاء الله. الحمد لله أن هذا الموسم بالعكس، والله الحمد لله الحين نفرح اليوم. نفكر إن شاء الله بعد الإجازة ندخل في أسبوع مباراة الشارجة ونقدم كل ما عندنا، والنتيجة بيد الله. أمانة يعني إحنا داخلين المباراة هدفنا أن نأخذ 3 نقاط، مباراة في ملعبنا، رجعنا من خسارتين، يعني آخر خسارة كانت قاسية علينا، رجعنا أنفسنا في التمارين، حاولنا أن هالمباراة ندخلها وقد ما نقدر نأخذ 3 نقاط لنرجع وضعنا الطبيعي. مدرب النصر ماذا عساه أن يقول بعد هذه الهزيمة الكبيرة اللي يعني خلنا نقول رجعت الفريق من جديد ومحت ما عمله في المباراتين؟ نعم هو حصل على 4 نقاط من مباراتين مهمات جدا، ولكن سقط في مباراة سقوط كبير وكبير جدا. أبو عبد الله الفريقين جايين من مباراتين العكس تماما. النصر جاي من يعني حالة إيجابية، نشوة فوز وتعادل. عجمان جاي من خسارتين قاسيات جدا، بس دافع عجمان للعودة كان أكبر، لأن خسارة جديدة لعجمان كانت راح تبعده بشكل كبير جدا عن المنطقة اللي تواجد فيها من بداية الدوري. أتصور أبو عبد الرحمن أحد الأسباب اللي ذكرتها، في أسباب كثيرة، لكن أحد الأسباب أني أنا خسران مبارتين، رغم أن المبارتين اللي خسرهم عجمان كان نقص كبير، وشفنا ظروف مباراة شباب الأهلي وظروف مباراة العين، وبين اثنين منافسين وهو أيضا منافسين. أتفق مع كلام أبو محمد والكابتن بخيت، لكن خلنا نرجع الواقع. تبون نتكلم عن التاريخ ولا نتكلم عن واقع السنة؟ إذا نتكلم عن تاريخ نصر، أما إذا نتكلم عن واقع السنة لا، عجمان ما في أي نقاش. نعم أنا مش مستغرب، هذا الواقع يقول كذي. الواقع يقول أن فريق عجمان يبغي يوصل لمراحل متقدمة، ينافس على الدوري، ياخذ ثالث، ياخذ ثاني، ياخذ يكون بطل. هذا واقع عجمان. طيب أنا بأخذ لك تصريح من هذا الموسم. طالما أتكلم عن الواقع، تحدث سعادة مروان بن غليطة بشكل صريح لوسائل الإعلام أن نعم نحن نعاني من أزمة مالية، في المقابل الكل يعلم أن ميزانية مثل ميزانية عجمان
قد تكون من ضمن، ما راح أعطي رقم، بس خلينا نقول من الثلاث الأقل ميزانيات في الدوري. لماذا لا يتحدث عجمان عن الميزانية في المقابل النصر اللي اعتاد في مواسم الاحتراف أنه يعني يصرف بي 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 بشكل كبير جدا، الآن يتكلم في الميزانية والميزانية هي سبب في تراجع الفريق؟ أبو عبد الرحمن، الميزانية أنا ما أعرف شو ظروف أبو محمد الله يعطيه الصحة والعافية سعادة مروان بن غليطة، ولكن يمكن الميزانية أقل من قبل، أما كميزانية لا يمكن موجودة بس أقل من قبل. لكن اللي موجود في النصر سواء أمور مالية سواء لاعبين مدربين جهاز طبي، هذه كلها تراكمات أبو محمد، تراكمات تزيد 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 تزيد، فهذه نتاجها لا يمكن يجيك شخص مثل سعادة مروان بغليطة أو اللي موجودين أو مدرب يغير الحال في 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 غضون شهر ولا في غضون هذا. حتى اللاعبين نستقطبوهم، نحن ما نبغي نحمل اللاعبين اللي يابوهم، ما بهم اللاعبين اللي يقدرون يشلون الفرق، ولا كم ما استغنوا عنهم، لاعبين كبار ولهم ثقل، لكن ما بهم اللي بيون علشان ممكن يساعدون، لكن النصر ما قاعد يساعد نفسه. شو الحل الآن؟ ما حد بيعطيني لاعب جاهز؟ ما في، ما حد يعطيك لاعب جاهز، أنت تشل عمرك من 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 حسن حظ النصر أن دبي يخسرون والضفرة يخسرون وهو موجود، حصل ثلاث نقاط، فاز على الضفرة وحصل نقطة من الشارجة، والنصر بيكمل. أنا أتفق مع بخيت، النصر ما بينزل. نعم. المباراة هذه كان عجمان في يومه. أتفق مع أبو محمد 100%، وإذا في أكثر بعد أن الشوط الأول يمكن من زمان ما شفنا النصر. ليش نقول النصر ما بينزل وفي نفس الوقت نقول أن النصر واقع سيء جدا؟ في المقابل قد ينتفض الظفرة، لأن الفرق اللي تحت أسوأ منه، قد ينتفض الظفرة حق مشروع. نفس الشيء بينتفض النصر. طيب. اللي انتفض قدام الظفرة فاز عليه، هو منافسك وفاز عليه، هذا نحن نتكلم عن معطيات قدامنا، صارت ان النصر فاز على الظفره منافس. نعم. وعنده مباريات اخرى ممكن يفوز فيها، 10 مباريات يعني اكثر من 12 مباراه. قيمه اللاعبين اللي موجودين في النصر ما تخليه ينزل الا اذا هو كان مثل الشوط الاول في كل مبارياته. هي نعم. ها نعم، الا اذا كان في الشوط الاول، لكن شفنا الشوط الثاني فكرها من حتى نادر جدا ان تتفقون. ما يتفق يعني. معي. لا صدق، لا لا الامانه ان بخيت وعصام يتفقون، أنا هذه حلقة تسجل عندي التاريخ. هاتش اتفقت محمد كل اتفق على محمد. أبو محمد الحين المفروض يكون ويانا، أنت الحين شككت في إمكانياته. لا أنا أتكلم منطق، يعني أنا وياكم الحين 4-5 مواسم ما شاء الله، يعني حاولت أني أخليكم تتفقون على نقطة، بس نحمد الله أن النصر خلاكم تتفقون. أبو محمد نحن أبو عبد الرحمن إذا نتكلم عن عجمان ايضا نعطيه حقه. حتى المخرج تفاعل وحطكم ويا بعض عشان يقول اليوم اتفقوا، ولو بتسلمون على بعض في الهوا بعد مسبوحين اليوم. ابو عبد الرحمن عجمان لازم نعطيه حقه يا اخوان. صحيح. عجمان لعب شوط مثالي. طيب. يعني عجمان كانه يقول اني انا الست نقاط اللي خسرتهم مفروض ما اخسرهم، والنتيجه كانت قاسيه عليه 5 بصراحه امام العين، لكن شوف الرباعي اللي عنده، شوف الحارس اللي عنده، شوف تماسك خط الظهر اللي عنده، الرباعي اللي عنده بصراحه ما يقل. على فكره عجمان من الفرق يمكن النادره اللي عنده 4 أو 5 جانب على مستوى عالي وفي نفس المستوى. كوميونيكيشن عجيب. نعم نعم ابو محمد، ما في عطني فريق في الدوله الان من الفرق اللي تنافس، عطني 4 أو 5 جانب تحسبهم في نفس المستوى ومستوى عالي. صحيح. انت شوف عجمان يوم يوم يوم, يوم يطلع الكوره، الأربعة علاوة على المجموعة الثانية الأربعة يكملون بعض. نعم. كلهم على فكرة نزعة هجومية. إيه ما تلاقي إن واحد ليفل أعلى عن الثاني وغيره، الأربعة يكملون بعض بس، والأربعة يضيفون لبعض. إضافة لكلامك عبد الرحمن، إحنا مو بلازم ندور اللاعب اللي من الجنسية الفلانية والجنسية، باستثناء برستيج شو جنسياتهم اللاعبين الموجودين؟ ليش نقلل من قيمتهم؟ صحيح. شوف جنسيات اللاعبين الموجودين، شوف اللاعبين اللي في عجمان امكانياتهم، شوف مردودهم في المقابل. نعم. لو شوف اللاعبين عجمان كيف يستخلصون الكره يوم يكون الضغط عليهم. نعم. تحس انه فريق كبير، فريق يعني يتدرب مو بشكل عشوائي، بالعربي عمل مدرب ترى. نعم نعم نعم، عمل مدرب لسنتين ثلاث، والاخوان اللي قبلهم ايضا نفس الشيء. أكيد. هذا عمل اداره واستقرار موجود في فريق عجمان. في المقابل النصر موسم للنسيان مثل ما قالوا الإخوان، إنه وقلت أبو عبد الرحمن النصر. نعم. يجب أن يفكر في البقاء. طيب نذهب إلى مباراة للشارقة الذي حل ضيفا على بنياس في الشامخة من أجل إعادة فارق النقطة مع شباب الأهلي، فكان له ما أراد.
بفوز عريض كذلك قوامه رباعية من الأهداف دون رد. نتيجة مواجهة شباب الأهلي أمام ديبا والتي أشارت إلى فوز الفرسان بخماسية مقابل هدف ألقت بظلالها على لقاء بنياس والشارقة، حيث أن الملك كان مطالبا بتحقيق الفوز من أجل إعادة فارق النقطة مع المتصدر وعدم الابتعاد عنه أكثر. الاختبار لم يكن سهلا حينما حل كوزمن ضيفا على دانيال إسايلا في الشامخة. البداية كانت خاطفة من قبل الضيوف، ميرالين بيانيتش شغل دور الجناح الأيسر، راوغ ومرر عرضية وجدت رأسية المخضرم ماكيتي ديوب الذي وضعها في الشباك. الله، ماكيتي ديوب يبدأ المهمة للملك ويسجل أول أهداف. بنياس حاول من أجل إدراك التعادل الذي جاء بقدم خيمينيز بعد هذه التسديدة، لكن الفار كان له رأي آخر حينما أشار إلى وجود حالة تسلل. المشهد الأول انتهى على تقدم الملك بهدف وحيد، وفي الحصة الثانية الشارقة دخل من أجل تأكيد التقدم وبنياس بحث عن التعديل، لكن الأول كان موفقا أكثر في مسعاه حين استلم كاي لوكاس هذه الكرة وسددها لتنتهي في شباك فهد الضنحاني. جول عن طريق اللاعب كايو يأتي دائما ويسجل الهدف الثاني الآن. كايو عاد من جديد بتمريرة ساحرة من باكو الكاسير مسجلا الهدف الثاني له والثالث في اللقاء بعد تسديدة أرضية اكتفى حارس السماوي بمشاهدتها وهي تدخل المرمى. الكسير على ما يبدو أنه عوض غيابه عن التسجيل بالتمرير، وفي الرابع وضع خالد الضنحاني أمام المرمى والأخير سددها بقوة. دقائق ما بعد الرباعية لم تشهد جديد، وكوزمن في النهاية يتفوق على إسايلا في مواجهة المدرسة الرومانية. Am câștigat, deși ne așteptau să fie mult mai greu și a fost cel puțin în prima repriză. مباراة فزنا فيها كنا نتوقع تكون مباراة صعبة مثل ما كانت بالشوط الأول. Am făcut greșeala să ne retragem puțin după gol și am creat spații între linii pe care ele au speculat. يمكن كأجمال بعد تسجيلنا الهدف كان في بعض التراجع البسيط بالشوط الأول. دوبا باوزا ام فوز ماي بريتشيش ام كنترولا ماي بيني ديستانسيلي دينتري كومبارتيمنتي. بالشوط الثاني كان الأداء أفضل، كان في تقارب بين الخطوط أفضل، قدرنا نسجل الأهداف. شي ما بوكور بينترو بايس كان ريوشي س ماركيزي باترو جولوي. سعيد اللاعبين إن نجحوا يسجلوا يترجموا الأهداف الفرص إلى الأهداف أربع أهداف. ما بوكور بينترو مانيرا إن كارو جوكات. سعيد لطريقة اللعب. شي سبير سا كونتينيو باتشيلاج دروم. نتمنى نستمر على نفس الطريق. It's not easy. It's frustrated. يقول المدرب حقيقة يجد الصعوبة في شرح ما حدث في مباراة اليوم، يقول بأننا قدمنا مستوى جدا كبير خصوصا في الشوط الأول، قمنا بصناعة العديد من الفرص، ولكن الخبرة والكواليتي العالية لدى لاعبي الشارقة هو من حسم الموضوع في مباراة اليوم. يقول بأنه لا يتذكر أصلا بأن هناك فرص خطيرة لنادي الشارقة، ثم نظر إلى النتيجة وشاهد بأنها 3-0 لمصلحة نادي الشارقة. يقول بأنه يجب أن نتعلم مما حدث في مباراة اليوم، يجب أن نعود أقوى. يقول بأننا في الشوط الثاني أيضا حاولنا بأن نقوم بفعل شيء، ولكن بعد تقريبا خسارتنا إلى أكثر من 4 أو 5 فرص حقيقية لكي نعود للمباراة، استطاع نادي الشارقة أن يحسم اللقاء ويسجل أهداف أخرى ويفوز.
أربعة أهداف سجلها فريق الشارقة في جولة اتسمت بغزارة من الأهداف، لعل المباريات اللي سبقت الشارقة كانت دافع كبير، لأن بنياس بعد التأهل في كأس سيدي صاحب سمو رئيس الدولة عاد ليسقط في ملعب الشامخة، وهو الملعب الذي لا يسقط فيه بسهولة بنياس للأمانة. محمد، مباراة ذهبت يعني بغزارة كذلك من الأهداف، لعل المباراة اللي سبقت الشارقة يعني شافوها اللاعبين ويعني حبوا أن يكونون مع الترند اللي موجود في هذا اليوم الأول من الجولة 15. ما في شك عبد الرحمن، الحقيقة اللي شفناه اليوم من الشارجة أثبت، أولا خلنا نقول مبروك للشارجة هارد لك بنياس، لكن اللي شفناه يؤكد مدى قيمة فريق نادي الشارجة بلاعبيه، شغف الانتصار الموجود عند لاعبين الشارجة. الحاجة المهمة جدا أن الشارجة يعني احترم فريق نادي بنياس ولعب على هذا الأساس. العامل المهم جدا أن كوزمن في من وجهة نظر أنه تفوق على ياسيلا في هذه المباراة في الجوانب التكتيكية وفي تسيير المباراة في قراءة المباراة والتغييرات وإلى آخره. يعني اليوم عمل وشغل مدربين كان واضح تماما. الجانب المهم جدا أن قيمة كوزمن في هذه المباراة تكمن في شو؟ كوزمن الكل يقول لك والله كوزمن يلعب على أساس أنه يدافع ويعتمد على الهجمات المرتدة، أخي اللي تكسب بلعبة. نعم. إذا كانت هذه الطريقة هي راح تجيب لي ثلاث نقاط عليه، شو يمنع يعني؟ كوزمن مش أول مرة يلعب هذا الأسلوب. صحيح. كوزمن يلعب بالأسلوب اللي هو يحس أنه يكسب، نعم عنده أدوات تنفذ له هذا الأسلوب وناجح معه، وبالتالي شو عليه؟ أنا مع أي مدرب، مش كوزمن، أي مدرب يلعب بنوع من الواقعية. الواقعية تتطلب أنك أنت تشوف إمكانيات لاعبينك وتلعب على هالأساس. صحيح. أوكي، ممكن لعيبتك لو أنت عطيتهم الحرية أكثر ممكن يقدمون أفضل، ممكن يعملوا لك شو، هذا خير وبركة. لكن أنت اليوم قدام واقع معين، قدام منافسة، المنافسة تقول لك أن أنت بهذا الأسلوب تقدر تكسب. بعدين فريق نادي الشارجة، فريق النادي الأهلي، أربع فرق، العين والجزيرة أعتقد أربع فرق موجودة في المنافسة، في أربع وحدة، أربع أربع والوحدة موجودين في أربع منافسات. يعني هذا يعطيك مدى قيمة هالفرق اللي موجودة. الشارجة بعناصره الموجودة هذه قاعد اليوم تنظر إلى أن هي تروح بعيد مع فريق شباب الأهلي، مع فريق نادي العين، مع الفرق الموجودة. أنا أعتقد أن كوزمن يلعب بالواقعية المطلوبة. طيب، إسألة كذلك تصريحه قال لعبنا مباراة كبيرة وقدمنا يعني مباراة كبيرة، لكن النتيجة عكس ما قاله تماما. اللي شفناه استحواذ حسب ما الإحصائيات. نعم. أنا أقول في استحواذ سلبي، في استحواذ إيجابي. طيب، الاستحواذ الإيجابي إذا أنت تقدر نتيجة هذا الاستحواذ تسجل، لكن استحوذ ود الكرة يمين يسار انقل الكرة وفي النهاية مين اللي سجل الثلاث نقاط لمين؟ إذا معناته الاستحواذ أصبح ما له معنى. نعم. أنا أبحث اليوم عن الجانب الإيجابي، أبحث عن النتيجة. النتيجة أربعة لمين؟ للشارجة. طيب خلي الاستحواذ ينفعك إذا إحنا نتكلم بمنطق الاستحواذ. نعم. أنا ما بصراحة ما شفت شيء، يعني شيء مثلا يعطيك إيحاء أن بنياس نعم فريق زين، لكن بنياس من وجهة نظري الشخصية أن فريق إذا حس أنه في منطقة الدفء خلاص. نعم. يقول لك كافي علي هذه المنطقة وكافي علي هذا المكان. لكن لا، الطموح الموجود عند الشارجة، عند العين، عند شباب الأهلي، عند الجزيرة والوحدة تختلف عن الفرق الثانية. أكيد بلا شك. لذلك خلنا نشوفهم لما يقابلون بعض، هتشوف المعطيات غير والأداء غير والفكر غير كذلك، لأن الاثنين عندهم نفس الطموح وعندهم نفس التوجه ونفس الرغبة. صحيح. هذا فأعتقد أن بنياس عليه أن شوية بالذات الكابتن اللي هو السيد ياسيلا عليه أن يركز على جوانب معينة موجودة تكتيكية في نادي بنياس غايبة صراحة وغابت في هذه المباراة. طيب،
بخيت كوزمن في هذه المباراة لعب بطريقة ما توحي أنه هو يلعب بأسلوب دفاعي. طيب الآن بعض الجماهير يقول لك إذا نملك هذه اللاعبين وهذه الذخيرة ليش ما نقدم مباريات بهذا المستوى؟ ليش ما نستمر باللعب في الثلث الهجومي؟ على فكرة الشارجة في هذه أول مباراة يسجل فيها 4 أهداف في هذا الموسم. أعتقد أن اليوم المباراة يعني اليوم المباراة اللعيبة وكوزمان ردوا على الكثير من الجماهير اللي تطالب بالمستوى الفني الراقي بالنسبة لفريق الشارجة قياسا على اللعيبة الموجودين المحترفين في فريق الشارجة. النتيجة كبيرة والفريق اللي يلعبون ضده كان من الفرق المتطورة جدا. فريق بنياس يؤدي مباريات على مستوى عالي. فريق بنياس ما يخسر بصعوبة في ملعبه. أعتقد أن اليوم المباراة ألقت بكل الأمور الإيجابية اللي كان جماهير نادي الشارجة تنتظرها. وهذه يمكن تكلمت أنا عنها قبل النقطة أن فريق الشارجة جماهير نادي الشارجة يبون هذه النتائج القوية. يبون على ضوء اللعيب الموجودين كمحترفين وجانب أنهم يؤدون ويحرزون النتائج هاي القوية بالنسبة للفرق المنافسة. اليوم النتيجة هاي العريضة أعتقد بتهدي شوي من وتيرة النداء والله كوزمان يلعب بطريقة دفاعية. كوزمان ما أعطانا الجوانب الفنية بشكل كبير. المتعة في كرة القدم الجمهور يبغي المتعة والأهداف جزء كبير من المتعة والانطلاقة بالنسبة للفريق. اليوم طبعا فريق الشارجة بالفعل مباراة قوية مباراة تنافسية ولكن أدى المطلوب منها بشكل واضح. احنا ما نمدح يعني مثلا احساس كوزمان لكن في الاخير يعني اللعيب اليوم يعني في حضور للعيب الاجانب بشكل واضح. اليوم كايو اللي هو اللي في يلعب في النص بيانيتش اليوم صراحه اليوم مبدع بالنسبه طبعا حتى ديوب سجل اول مره. ديوب اليوم يسجل. ديوب عقب الفتره الطويله اللي كان غايب اساسا اليوم حاضر. اليوم كان حتى بدنيا لاحظت هو افتتح التسجيل بالفعل. فاعتقد ان اليوم الاجانب وهذا هو طبعا احيانا انت كمدرب تحط وضع الخطه المطلوبه تحط اللعيب العناصر اللي ممكن تنفعك لكن اداء اللعيبه هو اللي يفرق. اليوم بيانيتش صراحه اليوم فارق بشكل واضح وهو اللي ما اعطى حتى في التنافس والتلاعب مع فريق لعيبه نادي بنياس اللي هم في خط الوسط اصلا اقوياء كان بيانيتش هو اللي متغلف في جميع الالتحامات هذه. فاعتقد ان اليوم لعيبه نادي الشارجه هم اللي ردوا على الجماهير ان احنا حاضرين واحنا لعيبه يابونا واستقطبونا على مستوى عالي. واعتقد ان المنافسه شرسه بينه وبين شباب الاهلي. راح نتابع لقاءات ما بعد المباراه ونعود لنعقب. يعني المباراه السابقه اللي احنا ادينا اداء جيد لين الشوط الاول لمباراه الشارجه حصلنا فرص ضيعناها. الشوط الثاني وضحت بشكل كبير جهد الفتره السابقه. يعني انت كنا نلعب نحن في كل 3-4 أيام مباراة. مبارياتنا كانت ثقيلة. يعني لعبنا مثل ما شفت العين لعبنا الأهلي ولعبنا الوحدة قبلها ولعبنا فكان ضغط المباريات على اللاعبين شوية والجهد العالي. 3 مباريات السابقة صارت عندنا ظروف صعبة في خروج اللاعب المهاجم رافة وكان لاعب مؤثر جدا. جواو فيكتور الباك اليسار ما تواجد في المباراة للإيقاف. والمباراة اللي سابقة كان عندنا بعد وعودة أحمد مناموس رغم التوقف صار أسبوعين للوفاة اللي صارت. فالفريق كان يمر يعني مرحلة صعبة في مباراة الشارجة. أتوقع اليوم كلامك بالعكس شيء طيب ويعطيني دافع معنوي إني أنا أواصل وأقدم كل اللي أملك. ولكن بالنهاية فهد اليوم ما يقدر يروح ويسجل لك جول. يعني بالنهاية فهد علينا يسوي شغلة وإحنا قاعدين نقدم. أتوقع يمكن ما توفقنا اليوم كون إن بأمانة يعني الفترة السابقة كنا مضغوطين. تعرف مباريات كانت مضغوطة. نلعب 11 لاعب طبيعي الجهد كان مبين. اليوم حاولنا ولكن ما توفقنا. إذا تبغي بنياس يرجع في عوامل لازم تشتغل عليها أساس بنياس يرجع للطريق الصحيح. اليوم بنياس في الفترة السابقة عودكم إن بنياس مغاير. ليش؟ كانت في أسباب والحمد لله اليوم أنت محتاج إنها ترجع لك وبإذن الله بنياس يرجع أفضل عن قبل. طبعا نفس ما قلت الشوط الأول اللعيبة حاولوا يجاروا المباراة لكن الشوط الثاني ما قدروا. تقريبا لعبنا 5 مباريات في وقت قصير. مباراتين في الكاس 120 دقيقة. الشباب حسوا بإرهاق كبير. حاولنا نعوض الغياب ولكن
قدر الله ما شاء فعل. ان شاء الله بنرجع، عندنا وقت المباراه الجايه ان نريح وان شاء الله بنرجع ان شاء الله. صدقني كل مباراه ندخلها نفكر بثلاث نقاط، ما فكرنا لا دوري وما فكرنا تحت وما فكرنا في النص، نفكر ان كل مباراه ناخذ ثلاث نقاط اللي في المباراه. ما هناك ضغوطات، لكن تعرف من مباراه لمباراه كل ما تيجي تلعب اكيد اعتقد كل الفرق اللي قاعده تنافس قاعده تلحق بعض وكذا، فانت اهم شيء انك تفكر في مجموعتك وفريقك وكذا. والمدرب كوزمن مدرب كبير وما شاء الله عنده الفكر والخبره اللي يقدر يعطيها اللاعبين متى ما احتاج الامر هذا، فلذلك احنا نشوف ان في تحسن من مباراه لمباراه خاصه في الامتار الاخيره. قوتي الشخصيه هذه والحصول على النتائج الايجابيه هاي جدا مهمه، فانا اليوم يعني اشوف تكوين شخصية الفريق من خلال اختيارنا للاعبين الموجودين الآن، والاختيارات هاي جت من مجلس الإدارة وأنا شاكر لهم، وأيضا من الجهاز الفني المدرب كوزمن. ضغط المباريات الذي تحدث عنه بنياس مر فيه تقريبا كافة فرق دورينا وفي ذات المرحلة بلا شك تأهل بنياس في كأس سيدي صاحب سمو رئيس الدولة والعودة للانتصارات كان لابد أن يقدم فيه الفريق شيء أفضل مما قدم اليوم. في النهاية تلعب مباراة على ملعبك، تلعب مباراة مهمة، بنياس دائما على ملعبه صعب، ولكن اليوم كان بنياس يعني مش الفريق اللي اعتدنا عليه حتى لو على مستوى النتيجة كنا نشوف بنياس بشكل أفضل بكثير. أبو عبد الله الشارج اليوم ضرب برباعية لعل انتصار كذلك شباب الأهلي عمل دافع أنك أنت تكون موجود مع الفريق، فارق النقطة ما بينك وما بين شباب الأهلي لازم تحافظ عليه. أكثر من تصدر في دورينا الشارج خسر الصدارة هذه لحساب فريق شباب الأهلي والآن ينتظر أي تعثر علشان يتشبث بالصدارة. صحيح أبو عبد الرحمن، قبل لا نتكلم عن الشارجة لأن كلامنا كله بيكون عن الشارجة، أتصور أن فريق بنياس يوم نشوف النتيجة 4-0 ونشوف نتيجة النصر مع عجمان ونشوف نتيجة شباب الأهلي، لا بنياس كان الأفضل من النصر من هذا على النتائج الكبار، ولكن خسرت 4 في النهاية، يمكن 1 يمكن 2 يمكن تعود، لكن أعتقد اليوم من أفضل مباريات فريق الشارجة في وجهة نظري من بدأ الموسم إلى اليوم، رغم أن المنافس ما كان سهل ويطمح أنه يأخذ النقاط، لكن أتصور اليوم الكلام الكثير اللي كان على مجلس إدارة نادي الشارقة وعلى اللاعبين وعلى المدرب وعلى الاستقطابات ومن خارج جماهير الشارقة بعض الجماهير من الشارقة، أتصور اليوم كان رد عليهم في صحيح. في الملعب وأعتقد أن ما أعرف بيانيتش والكسير يفهمون عربي ترجمونهم أكيد، أن اليوم ما كانوا طبيعيين. أتفق مع بقيت، مو بس بيانيتش، بيانيتش اليوم كلهم بصراحة ثلاثة بيانيتش أول موسم اليوم مش طبيعي، أول تحرك بالطريقة ويغير اللعب، يساند في الدفاع، موجود في الهجوم. الكسير لأول مرة راس حربة مثالي بصراحة، الهدف اللي صنعه لكايو تحضير خادع الجميع اساس انه بيشوت، وكيف حتى لو تشوف كايو نفسه تفاجئ بال 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 بالهدف الثاني. عبد الله المدافع ورا التنظيم الدفاعي كله. نعم صحيح. هذين الاثنين اللي كان، انا ليش ذكرت لك هالاثنين، وعلى فكره كانوا افضل، كان كايو ياخذ النجوميه عنهم واللاعبين الباقين، لكن اليوم هذين الاثنين بصراحه صدروا المشهد، خذوا النجوميه في المباراه، وهاي قيمه اللاعبين يوم انت تجيبهم. صحيح ان نحن طول الموسم نتريى مردودهم، لكن اتصور هذه المباراه سلسله لاول مره اشوف فريق متماسك الشارجه وينقل الكوره ويغير من اليسار اليمين، يهاجم على الاطراف. اخر ربع ساعه يمكن لو ما كان ارتخاء باللاعبين اتصور كانت توصل 7-8، فهذا افضل رد كان لفريق الشارجه، وفريق الشارجه خطر على شباب الاهلي وشباب الاهلي خطر على الشارجه، اتصور الاثنين. الان عندنا العين، الوحدة، الجزيرة، الوصل، منو اللي ممكن يكمل مع هالاثنين؟ هذه الاثنين بالنسبة لي أنا ملامحهم صارت واضحة. طيب بعد أداء اليوم من تتوقع يرافقهم؟ اللي بيأدي
باكر ما نعرف في علم الغيب اكيد اللي بيأدي بكره معطيات هذا المستوى معطيات بكره 14 مباراه شاهدتها نعم لكن بكره هذا فريق الشارجه من الفرق اتصور يمكن يتفق معي سيد كوزمان او احمد مبارك او جماهير الشارجه من الفرق اللي اتصور انها تنظر في التوقف الشارجه نعم طيب. الشارجه سلسله المباريات والدكه اللي موجوده عندهم اتصور مع شباب الاهلي الدكه اللي موجودين ما عنده مشكله في ضغط المباريات طيب. شوف ما تكلموا ضغط المباريات مين يتكلم في ضغط المباريات دائما ان الفريق اللي يخسر واللي ما عنده دكه واللي يخسر دائما يتكلم عن ضغط في ضغط المباريات عن ضغط المباريات اتصور ايضا ما نعطي ديوب حقه ديوب اليوم ركض يمكن من 4 سنوات ما ركض هذا الركض بصراحه والله صدق شفته يعني كان بين الشوطين غاسل وجهه بماي ومن التعب من المجهود اللي بذله اتصور فريق الشارجه ماشي في رتم تصاعدي يمكن كان فريق الشارجه يمتع نفسه ويمتع يمتع بالنتيجه كان الان لا في وقتي متعه بس ما كانت فيه سعاده بالنسبه لجمهور الشارجه كان يستمتع بس ما كان سعيد لأن كل انتقاد إني أنا كيف أفوز بس في المباراة بس إذا ما عندي متفق معاك في هذه النقطة لأن حسيت شوي ملامح بخيت كانت لا متفق يا أنا بعد متفق اليوم وياه إيه مرمس متفق اليوم في فرق بعبد الرحمن بين المتعة بين السعادة لا تغيرون أماكنكم لا ما بنغير إيه لأن أنتوا اختلافكم في الحلقة أنا لين أحل النقطة اللي مختلفين فيها أضيع محاور الحلقة خلكم دائما هنا شوفيك علينا نحن نحل المباراة ويا الجمهور نتكلم عن الجمهور مرتاح أنا اليوم نفسيا يا أخي نتكلم عن الجمهور أي نعم الجمهور نعم والاستمتاع بالفريق اليوم استمتع وسعيد أنت ممكن تستمتع تقول يا أخي متعني اليوم وفاز بس أنا مو بسعيد لأن الفريق ما أدى اليوم متعة وسعادة وهذا اللي راح يستمر أتصور مع الفريق طيب. وهذه المنافسة أبو عبد الرحمن اللي نحن نباها يوم يدخلون أكيد. فريقين ثلاثة إن شاء طيب. الله الحين السؤال موجه لكم الاثنين عشان قبل لا أنتقل لأبو محمد ونختم الآن الدوري عندنا مثير ولا قوي لا بعده مثير هذا يفوز هذا يخسر هذا يتعادل الحين اتفقتوا يعني خلاص ايه خلاص بعد اتفقتوا عليها اتفقت عقب النتائج السلبية بالنسبة للمنتخب الوطني خارجيا الحين لا تذكرنا في المنتخب يا بقي مثير ما كان قوي لو قوي كان عدينا شيء برا احنا تدري يعني مثير وش لك ثلاث مواسم تحاجج فيه يقول لك مثير تقول له لا قوي يقول لك مثير تقول له لا قوي طيب عبد الرحمن فترة كورونا بوثاني رمى الفوط الحين خلاص ايه خلاص سلم الامور طيب انا قلت قوي فترة كورونا ما بعرف شو الجو الخارجي بس يوم طلعنا خارج عرفنا الوضع فترة كورونا ذبحتنا انت فيها يا رجل طول الحلقات مثير وقوي قوي ومثير طيب ابو محمد الصدارة الان مثل ما قال عصام الشباب الاهلي والشارجة بينوا وجه من وجوه الصدارة ووجودهم بكل قوة في هذه المكانة توقع استمراريتهم لنهاية الموسم شوف انا هم الاثنين بيطاردون بعض لكن انت سالت قبل شوي ابو عبد الله سؤال نعم وجاوبك ما قصر انا اقول لك متى ممكن شوي يصير نوع من الـ يعني الـ 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 الانفصال او كذا قاب الكبير ايه قاب ما بيكون كبير على فكره بيكون في قاب بس ما بكبير بعد الجوله القادمه مواجهات الجولة جولتين معناته إضافية مواجهات الجولة القادمة هتحدد ملامح من سيكمل ويا الشارجة طيب. وشباب الأهلي نعم. الكلام اللي قالوه الأخوة إن فعلا الآن الشارجة ينتظر بس غلطة هفوة لشباب الأهلي وشباب الأهلي نفس الشيء صحيح. ينظر نفس النظرة بس مين حيخدم الفريقين أنا أقول لك خدمة الفريقين بثي من واحد من الفرق الخمس الموجودة أو الست الموجودة اللي هي فرق المقدمة قصدك الفرق المقدمة طيب. هو اللي حيخدم الاثنين نعم. هو اللي حيعطي الدوري يا لشباب الأهلي أو للشارجة تو الناس بعدهم تو الناس بس أنا أقول لك ليش ممكن العين يرد فوق لا أنا أقول لك ليش إذا ظلت الأمور بهالصورة أنا أتكلم إذا ظلوا الفريقين يطاردون بعض نعم قلت لك الجولة القادمة هتحدد العين حيطلع على الخط العين بقوة أو الوحدة حيدخل على الخط أو الفرق الأخرى أكيد العين فريق لا يمكن تغفل عنه صحيح لا يمكن العين من الفرق اللي أنت فجأة طب لا موجود وياك
أكيد. فأنا أتوقع شخصيا أن العين حيدخل ثالث. نعم. طيب شكر التقدير لك أبو محمد، ما قصرت. الله يبارك فيك. حياك الله، ما قصرت أبو خيت، شكر التقدير لك. مشكور يا أبو عبد الرحمن. الله صام ما قصرت، شكر التقدير لك. مشكور يا أبو عبد الرحمن، جزاك الله خير، ما قصرت. مشكور أبو ثاني. مشكور أبو عبد الله. مشكور أبو محمد. بس هي خلاص. في الختام يعني ما نقدر نقدم أي يعني ختامية إلا الحمد لله أن عصام وأبو خيت اتفقوا يعني بعد عناء طويل لمدة 3 مواسم أنا أحاول أصلح. ولكن ابو محمد ما قصر، وجوده ساعدني في محمد نصراوي اليوم. ابو محمد نصراوي اليوم خسران الحرقه اللي فيه ومرس على النصر. اي والله محمد طبعا لانه عاصر تاريخ كبير من كل فرق دورينا. وصلنا للختام مشاهدينا، نلتقي في حلقه جديده يوم غد، الى الملتقى.